ستضطر أن تتخلى عن شيء ليأتيك ما هو أفضل، كما لو أنك تسقط من أعلى جرف وتتأذى وهناك تجد قطعة ذهبية، أو كما في قصة جاك والفاصولياء السحرية. في القصة يقايض جاك بقرته الثمينة على قلبه لأجل عدة بذور فاصولياء. لربما كان ساذجا كي يفعل ذلك، أو لربما كان مؤمنا فعلا بإمكانية أن تكون الفاصولياء سحرية. وحدث في اليوم التالي ما لم يتوقعه أحد. نمت شجرة فاصولياء عملاقة، استطاع أن يحضر بعد أن تسلقها الذهب والقيثار الذهبية والإوز التي تبيض الذهب. إذا كنا جميعا قد صادفنا مواقف في حياتنا حيث أننا قايضنا أمورا لأجل أشياء ظنناها سحرية، ظنناها بذور الفاصولياء التي ستغير مجرى الأمور، فلم نمتن الشجرة إلى الآن؟ لم يكن على جاك أن يزرعها حتى أو يسقيها، بل أن أمه ألقتها خارج النافذة فحسب. بينما نكافح وندفن بذورنا ونسقيها ونراها كل ليلة، لم لا تنمو؟ لم لا تكبر فرصنا؟ لم لا نجني ثمار النجاح والشهرة والمجد؟ لعل البذور التي حصلت عليها مجرد بذور فاصولياء. الساحر غير موجود، والفرص كذبة، والحظ نكتة كبيرة سخروا بها علينا ليجعلونا نعمل بكل طاقاتنا لأجل لا شيء. بينما الكل يعمل يتوظف ويترقى ويتغير للأفضل، لازلت أسقي بذور الفاصولياء خاصتي بصبر بدأت أفقده. لعل بذوري كانت منذ البداية غير مسحورة. يقولون أنهم يشبهوننا وأنهم مروا بما نمر به الآن، لكن أحدا لا يخبرنا كم تأخذ بذور الفاصولياء السحرية من وقت لتنمو. أحدا لا يخبرنا إن كان ما قايضنا به كافيا أو أنه كان يجب أن نقايض بحيواتنا لأجل السحر. هل كل ما قايضت به كان بلا معنى؟ أو أن أرضي غير خصبة؟ هذا لو أن بذوري فاسدة وأني قايضت بكل شيء لأجلها، والآن ليس لدي بعض ما أقايض به لأجل هذا السحر. ليس هناك إثبات، ليس هناك أي أثر لنبتة قد أتسلقها يوما. قايضت بكل ما أملك، ليس لأجل شجرة ولا حتى نبتة. كنت راضية بأن تكون مجرد بذور فاصولياء، لعلها تكون سحرية، لكن لم لا تنمو بعد؟ لما تنبت البذور الأخرى بل وتتحول لأشجار بينما أنا لازلت أسقيها بدمي وعرقي ودموعي؟ يبدو الجميع وكأنهم يعرفون ما يفعلونه طوال الوقت، يعرفون ما هي الخطوة القادمة، وأنا الوحيدة التي لا تعرف، الوحيدة التي أشعر بأني متأخرة كثيرا. أرضي صخرية، بذوري فاسدة، لازلت في انتظار ولازلت على أمل، لكن هل يكفي الأمل لكي تنبت زهرة؟ كيف للجميع أن يعرف؟ كيف للجميع أن يثق بسحر الفاصولياء؟ كيف أن الجميع يبدون على استعداد للمقايضة لأجل أي بذرة، بينما أخذت وقتا طويلا لأقرر أن أقايض؟ وبعد كل هذا الوقت تحققت كل مخاوفي، وكانت فاصوليائي مجرد كذبة حلوة عن السحر. ماذا لو لم تنبت؟ ماذا لو لم تصبح شجرة؟ ماذا لو كان كل ما حصلت عليه مجرد فاصولياء؟ ماذا لو أني لم أصل يوما ولم أنجح يوما؟ كيف تخطيتم كل هذا الوقت المحبط في الانتظار؟ كيف أنكم اليوم في أعلى شجرة الفاصولياء بينما أنا لازلت أحفر وأزرع وأسقي ولا أجني شيئا؟ كل ما أريد أن يكون للحلم موطئ قدم.